بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام أحمد بن تيمية الحراني رحمه الله. الدرس 12. وقوله ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. وقوله تعالى إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. وقوله إن تبدوا خيرا أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. وقوله وليعفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. وقوله ولله العزة ولرسوله. قوله عن إبليس فبعزتك لأغوينهم أجمعين. وقوله تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. قال الشيخ رحمه الله تعالى قوله تعالى هو شديد المحال. وقوله تعالى ومكر الله والله خير الماكرين. وقوله تعالى ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. وقوله تعالى إنهم يكيدون وأكيد كيدا. وقوله تعالى تبدوا خيرا أو تخفوها أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. وقوله تعالى وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله رحيم. وقوله تعالى ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. وقوله عيسى فبعزتك لأغوينهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى. وقوله وهو شديد المحال. وقوله ومكر ومكر الله والله خير الماكرين. وقوله ومكر ومكر ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. وقوله إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. وقوله وقوله دائما خيرا لو تفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. وقوله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. وقوله ولله العزة ولرسوله. وقوله على إبليس فبعزتك لأغوينهم أجمعين. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يستمر الشيخ رحمه الله في ذكر الآيات القرآنية التي تدل على أسماء الله وصفاته من أجل إثباتها كما جاءت في كتاب الله، لأنه لا أحد أعلم بالله سبحانه وتعالى من الله، وقد سمى نفسه ووصف نفسه سمى نفسه بأسماء ووصف نفسه بصفات، فيجب إثباتها كما جاءت لله عز وجل. ومن ذلك قوله تعالى وهو شديد المحال. ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. وقوله سبحانه وتعالى ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. قوله سبحانه وتعالى إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. في هذه الآيات وصف الله نفسه وسمى نفسه بأنه شديد المحال، وأنه يمكر بمن يمكر بأوليائه ورسله، فأسند إلى نفسه سبحانه وتعالى هذه الأفعال وهذه الصفات، فيجب أن تثبت كما جاءت. وقوله جل وعلا وهو شديد المحال، المحال مصدر ما حل يماحل محالا، مثل قاتل يقاتل قتالا. والمماحلة هي شدة
العقوبة لمن عصاه وخالف أمره واتبع هواه، فإن الله سبحانه وتعالى شديد العقاب لمن هذه صفته. فمن ماحل الله يعني غالب الله فإن الله غالبه، المماحلة المغالبة والمعاقبة والمشادة. فمن تمرد على أوامر الله عز وجل وعلى أحكامه فمعناه أنه ينازع الله في سلطانه وفي ربوبيته وإلهيته ويتمرد عليه ويخرج عن طاعته. الله جل وعلا ينزل به أقسى العقوبة وأشدها جزاء له على فعله، وهي مثل الآيات التي بعدها، مثل آيات الكيد. قال تعالى: ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. هذه الآية في اليهود الذين حاولوا قتل المسيح عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، وذلك لأنهم أرادوا قتله وتمالأوا على ذلك وجاءوا يريدون قتله ومعهم واحد ممن ينتسب إلى المسيح ويظهر الإيمان بالمسيح، جاء معهم يدلهم على مكان المسيح ليقتلوه. وكان المسيح عليه الصلاة والسلام في منزل أو في غرفة من الغرف وفيها كوة، يعني فيها فتحة، فدخل عليه هذا الخبيث الماكر الذي يظهر المتابعة للمسيح ولكنه يريد أن يدل اليهود عليه وعلى مكانه، فدخل على المسيح وهم وراءه يحملون الكيد والحقد والانتقام. فلما دخل المكان لم يجد المسيح فيه، رفعه الله عز وجل، نزل جبريل بأمر الله ورفع المسيح إلى الله عز وجل من هذا المكان. ومن مكر الله بهذا الخبيث أن الله ألقى شبه المسيح عليه، فخرج إليهم وقال لهم: لم أجده. قالوا: أنته، لأن الشبه عليه، شبه المسيح، فقتلوه وصلبوه يظنون أنه المسيح. هذا هو مكر الله سبحانه وتعالى، أنه يوصل العقوبة إلى من يستحقها من حيث لا يشعر. فالمكر فعل شيء وإرادة ضده، هذا هو المكر، فعل شيء وإرادة ضده. فهذا الرجل لما مكر ومكر معه اليهود بالمسيح عليه السلام وأرادوا قتله رسول الله، الله عكس الأمر عليهم وألقى الشبه على هذا الرجل الخائن فقتل وصلب يظنون أنه المسيح. قال الله سبحانه وتعالى وقولهم: إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم ألقي شبه المسيح على هذا الرجل. فالذي قتل وصلب هو هذا الخائن. هذه حكمة الله سبحانه وعدله في الماكرين والمخادعين لعباد الله ولرسل الله، أن الله يعكس الأمر عليهم ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. هذا مكر سيء، والمكر السيء لا يحيق إلا بأهله، تكون نتيجته ووباله عليهم
دائما وابدا، هذه سنه الله سبحانه وتعالى. ولا قتلوه، ما قتلوا المسيح عليه الصلاه والسلام، وما صلبوه كما يزعمون، ولكن شبه لهم، ألقى الله شبهه على غيره، وهو من أراد الخيانة والمكر والخديعة، وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم. هم أيضا ما تيقنوا، قتلوا هذا الرجل وهم ما تيقنوا، لأن العدد الذي جاء نقص واحدا، وما يدرون هذا الذي قتل هل هو صاحبهم ولا المسيح، وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن. فهم قتلوا هذا الرجل على أنه عليه شبه المسيح، لكن العدد نقص، عددهم الذي جاءوا به نقص، ولا يدرون إن ذهب هذا الرجل هل هم قتلوا المسيح ولا قتلوا صاحبهم، ما يدرون. ففي شك منهم ما لهم به من علم إلا اتباع الظن، وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه، وكان الله عزيزا حكيما. رفع الله عبده ورسوله المسيح عليه الصلاة والسلام، رفعه إليه ونجاه منهم ومن شرهم، إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. صدق الله وعده ورفع عبده ورسوله إليه وأكرمه وأعزه وألقى الذل والهوان على الخونة والماكرين وفضحهم الله سبحانه وتعالى. ولا يزال اليهود إلى الآن في شك من قتل المسيح وصلبه، ولكن النصارى لغباوتهم يعتقدون أنهم قتلوا المسيح، ولذلك جعلوا له صورة، صورة الصليب، يعني يزعمون أنها صورة المسيح، أنه قتل وأنه صلب، وصاروا يعبدون هذا الصليب الذي يزعمون أنه صورة المسيح وهو مصلوب. قال الإمام ابن القيم هذا من غباوتهم، إذ كان الواجب أن يحطموا كل صليب على وجه الأرض، لأنه ينبئ عن ذلتهم وهزيمتهم، كيف يقتل نبيهم، كيف يقتله أعداؤهم، ومع ذلك يجعلون هذا الرمز، هذا معناه إثبات أنهم قتلوا المسيح، ففيه ذلة لهم. ولكن لغباوتهم وانتكاسهم صاروا يظهرون ما فيه ذلتهم ومهانتهم، وصورة أن رسولهم قتل وأنه صلب، وكان الواجب عكس ذلك، أنهم يحطمون هذا الصليب ويعدمونه، لأنه شعار لذلتهم ومهانتهم وتغلب أعدائهم عليهم. وكما سمعتم منذ سنين أن النصارى برأوا اليهود من قتل المسيح، منذ سنين عقدوا مؤتمرا ومحفلا و برأوا اليهود من قتل المسيح، وقد برأه الله سبحانه وتعالى من ذلك. القرآن برأه منذ 14 قرن، برأ المسيح وكذب اليهود في هذا، هذا جاء به القرآن الكريم ونفى قتل المسيح عليه الصلاة والسلام. ولكن هؤلاء لغباوتهم وفرط جهلهم لا يأنفون من الذلة والهوان والصغار، فصاروا يعبدون شعارا فيه ذلتهم ومهانتهم والعياذ بالله، في حين أن عبادة غير الله باطلة، لكن مع هذا كيف يعترفون لليهود بإدراك مطلوبهم وانتصارهم، كيف يقتلون نبيهم ورسولهم و يجعلون لذلك صورة وشعارا يتداولونه ويعبدونه، هذا من غباوتهم وذلتهم وجهلهم، قبحهم الله. الشاهد من الآية قوله ومكروا ومكر الله،
مكروا الضمير يرجع إلى من؟ يرجع إلى اليهود، يرجع. فلما أحس عيسى منهم الكفر، يعني من اليهود، فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله. الحواريون أتباع المسيح عليه الصلاة والسلام، أتباعه وأنصاره الذين آمنوا به. قال الحواريون نحن أنصار الله، آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون، واشهد بأننا مسلمون. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. انتهت مقالة الحواريين. ثم قال جل وعلا رجوعا إلى أعداء المسيح وهم اليهود، ومكروا عن اليهود، ومكر الله، مكروا حيث أرادوا قتل المسيح، ومكر الله حيث إن الله أنجاه منهم وهم لا يشعرون، وألقى شبهه على واحد من القوم فقتلوه، قتلوا صاحبهم الذي دلهم. هذا مكر الله سبحانه وتعالى، وهو مكر محمود، لأن المكر على قسمين. المكر أولا هو إيصال العقوبة، هو إيصال الشر بطريق خفي، هو إيصال الشر إلى الغير بطريق خفي لا يرى، وهو على قسمين، محمود ومذموم. فالمحمود هو إذا كان إيصال الشر والعقوبة بمن يستحقها فهذا محمود، لأنه جزاء وعدل، جزاء وعدل، وهذا هو المنسوب إلى الله سبحانه وتعالى. وأما المذموم فهو إيصال الشر والعقوبة إلى من لا يستحقها، لأن هذا ظلم وجور. فمكر اليهود مذموم، لأنهم أرادوا به نبي الله سبحانه وتعالى الذي يستحق الإكرام ويستحق المتابعة والنصرة، فمكرهم مذموم. ومكر الله، مكر الله محمود، لأنه إيصال للعقوبة بطريق خفي إلى من يستحقها، وهو عدل منه سبحانه وتعالى. فالمكر المسند إلى الله مكر محمود، لأنه إيصال العقوبة وإيقاعها بمن يستحقها بطريق خفي لا يرى ولا يشعر به. والله خير الماكرين، أي أشد الماكرين وأقدرهم. الله خير الماكرين، أقدر الماكرين على إيقاع ما يريد سبحانه وتعالى. أما المخلوق فقد يمكر ولا يتمكن من إيصال المكر وإيقاعه، لا يتمكن لأنه عاجز ضعيف، قد يتمكن وقد لا يتمكن. أما الله جل وعلا فإنه لا يعجزه شيء، إذا أراد أن يمكر بأحد فإنه لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى، يوصل العقوبة إلى مستحقها ولا راد لها ولا صارف لها. هذا معنى والله خير الماكرين، أي القادر على تنفيذ ما أراد من المكر والعقوبة بأعدائه سبحانه وتعالى. وهو لا يمكر بأوليائه وأهل طاعته أبدا، وإنما يمكر بأعدائه المستوجبين للمكر والعقوبة. وهو الحكيم الذي يضع الأمور في مواضعها سبحانه وتعالى، فيكرم من يستحق الإكرام ويهين ويذل من يستحق الذلة والهوان. وما قال سبحانه وتعالى ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، هذا في قصة قوم صالح نبي الله إلى ثمود، القبيلة العاتية التي أعطاها الله من النعم ومن الخيرات في بلادها، وأعطاها من القوة في أبدانها، ينحتون الجبال بيوتا، ينحتون الجبل يجعلونه غرف ومساكن،
من شدة قوتهم ومهارتهم ويزرعون الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا، يبنون قصور في السهول وينحتون من الجبال البيوت ويزرعون في الأرض، عندهم زراعة قوية في بلاد ثمود ديار الحجر، أتتركون فيما هاهنا آمنين في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها هضيم، تنحتون من الجبال بيوتا فارهين، يعني متوسعين فيها. ولما جاءهم نبي الله وكانوا مع هذا يعبدون الأصنام ويشركون بالله عز وجل، فأرسل الله إليهم نبيه ورسوله صالحا عليه الصلاة والسلام، فدعاهم إلى الله وأمرهم بتوحيد الله، فتمردوا وعصوا، وفي النهاية تآمروا على قتله. ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا فإذا هم فريقان يختصمون، يعني منهم أهل إيمان آمنوا بنبي الله ومنهم أهل كفر، فإذا هم فريقان يختصمون. قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. قالوا إنا تطيرنا بك وبمن معك، تطيروا بنبي الله وقالوا أنت ما جيتنا إلا بشر، من يوم رأيناك وهؤلاء المؤمنين الذين معك أصابنا الشر والشدة والقحط، تطيروا بنبي الله. قال طائركم عند الله، أي أن ما يصيبكم ليس من عندي وإنما هو من عند الله بسبب ذنوبكم، بسبب ذنوبكم ما يصيبكم وما يقع بكم من العقوبات ليس بسبب النبي والمؤمنين، بل النبي والمؤمنون يسببون الخير والبركة والرفعة، ولكن هذا الذي أصابكم هذا سببه أنتم بذنوبكم، والله قدره عليكم بسبب ذنوبكم، طائركم عند الله، بل أنتم قوم تفتنون. وكان في المدينة تسعة رهط أشخاص من أهل الكفر والعناد، وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون، قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله، تآمروا وحلفوا على أن يهجموا عليه في الليل ويبيدوه هو وأهل بيته، قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلكا، نجحد إلى جو أولياؤه وعصبته يريدون الانتقام، قلنا ما شهدنا مهلك أهله، يجحدون القتل، هذا الذي دبروا، وإنا لصادقون، عاد يحلفون أنهم صادقون، يقولون نجحد ونحلف أننا ما شهدنا هذه الواقعة وهذه الجريمة أبدا ولا نعرفها، ويظنون أنهم يخفون على الله سبحانه وتعالى، يظنون أن هذا المكر يروج على الله سبحانه وتعالى، هذا إن راج على الناس فإنه لا يروج على الله سبحانه وتعالى. قال تعالى ومكروا مكرا، دبروا حيلتهم وتخطيطهم ومكرنا مكرا، أخفى الله سبحانه وتعالى عقوبتهم وما سيحله بهم فلم يعلموا به وهم لا يشعرون، لا يشعرون بمكر الله سبحانه وتعالى، لم يدروا أن الله بيت لهم العقوبة وأنها ستحل بهم في الوقت الذي يريدون أن ينفذوا فيه جريمتهم في نبيه ورسوله صالح عليه الصلاة والسلام، ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أن دمرناهم وقومهم أجمعين. فتلك بيوتهم، بيوتهم إلى الآن، اللي شافها منكم واللي يشوفها إلى الآن موجودة، فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا، إن في ذلك لآية لقوم يعلمون، ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون، هذا مكر الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى جعل مكرهم عليهم، أرسل رسوله جبريل عليه الصلاة والسلام فصاح بهم
صيحة واحدة قطعت قلوبهم في أجوافهم وماتوا جميعا. إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر، كهشيم المحتضر، الحطب اليابس الذي يجمعه أصحاب الحظائر لمواشيهم يتكسر ويتفرق في الأرض. هذا مثل قبيلة ثمود لما هلكت، صارت هشيما متشتتا في الأرض كهشيم المحتضر، نسأل الله العافية. شاهد من الآية: ومكروا مكرا ومكرنا مكرا. هم مكروا بنبي الله صالح وأرادوا اغتياله بالليل خفية، أرادوا إيصال العقوبة له خفية في جنح الظلام لا يدري أحد، ثم يتبعون ذلك بالإنكار والتكذيب. والله جل وعلا مكر مكرا، وهو أنه أراد بهم العقوبة في الوقت المناسب وهم لا يشعرون حتى نزلت بهم العقوبة. ما دروا إلا بالصيحة صاعقة، والعياذ بالله، صاعقة من السماء، صوت جبريل عليه الصلاة والسلام صاح بهم صيحة واحدة فتقطعت قلوبهم في أجوافهم جميعا ولم يبق منهم أحد، وكانوا كهشيم المحتضر، صيحة واحدة، صرخة واحدة. هذا بأس الله سبحانه وتعالى، هذا هو مكر الله سبحانه وتعالى، أنزله بهم من حيث لا يشعرون. ما دروا أن هناك تدبير إلهي في الوقت الذي يريدون به إيقاع العقوبة بنبي الله، ما دروا عن هذا. الله سبحانه وتعالى أنزل بهم هذه العقوبة. فالشاهد من الآية فيها أن فيها إثبات المكر لله سبحانه وتعالى بمن يمكر برسله وأوليائه، وأن الله ينتقم ممن أراد أن يؤذي صله ويؤذي أولياءه المؤمنين، فإن الله جل وعلا ينصر عباده المؤمنين وينتقم من أعدائهم دائما وأبدا، هذه سنة الله سبحانه وتعالى. ففيها إثبات المكر لله عز وجل، لكن ليس مكرا مطلقا، وإنما هو مكر بمن يستحق المكر، بمن يستحق، هو المكر المحمود، المكر الذي هو جزاء وعدل منه سبحانه وتعالى. ثم قال سبحانه في حق كفار قريش مع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. اجتمعوا يريدون قتل الرسول صلى الله عليه وسلم عند بابه، والنبي صلى الله عليه وسلم في البيت، ثم إنه أمر عليا، جاءه الوحي من الله سبحانه وتعالى بمكيدتهم، فأمر عليا أن ينام على فراشه، وخرج صلى الله عليه وسلم من بينهم ولم يشعروا به، خرج الرسول صلى الله عليه وسلم من بينهم ولم يشعروا به، وحث التراب على رؤوسهم، ثم ذهب إلى أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وخرج معه إلى الغار، غار ثور في مكة، واختفيا فيه. وهؤلاء جالسون على الباب ينظرون إلى الراقد على الفراش يظنونه الرسول صلى الله عليه وسلم، يريدون أنه إذا خرج يطعنونه بالرماح جميعا ضربة رجل واحد. فلما أصبحوا وإذا الذي على الفراش ليس هو الرسول، وإنما هو علي ابن أبي طالب. سألوا عن الرسول، قال: ما أدري أنا راقد ونيم هذا، ولا أدري عن شيء. عند ذلك خاب سعيهم وبطل مكرهم، ومكر الله أخرج، ويمكر الله أخرج رسوله من بينهم ولم يشعروا به. وجاءهم الشيطان وأخبرهم بأن الرسول خرج من بينهم، وقال لهم: انظروا الذي على رؤوسكم. فنظروا فإذا التراب على رؤوسهم، فعند ذلك نفروا في كل جهة يلتمسون الرسول صلى الله عليه وسلم، وما ظفروا حتى وقفوا على الغار الذي فيه الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبه، ولم يروا الرسول صلى الله عليه وسلم. وجدوا العش على الغار، وقالوا: إن هذا العش قبل أن يولد محمد، هذا العش قبل أن يولد محمد. الرسول وصاحبه ينظر إليهم ويراهم وهم لا يرونهم: إلا تنصروه فقد نصره الله إذا أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. أبو بكر رضي الله عنه يشفق على الرسول ويخاف عليه، ولما وصلوا
قال: يا رسول الله، لو نظر أحدهم إلى موضع قدمه لأبصرنا. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ فأنزل الله قوله تعالى: إلا تنصروه فقد نصره الله إذا أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار، يعني غار ثور، إذ يقول لصاحبه يعني أبا بكر رضي الله عنه: لا تحزن إن الله معنا. فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا، والله عزيز حكيم. فكما مكر اليهود بعيسى عليه الصلاة والسلام، وكما مكر ثمود بصالح عليه الصلاة والسلام، مكر كفار قريش برسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أنجى الله رسله وأخزى الله أعداءهم. وهذه سنة الله سبحانه وتعالى، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. ثم قال: إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. إنهم أي كفار قريش يكيدون بمحمد صلى الله عليه وسلم كيدا، والكيد هنا منكر لأنه كيد عظيم وكثير، كيد كثير وعظيم يعملونه، يريدون القضاء على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى دعوته، يدبرون الحيل، يخططون المخططات الكثيرة للقضاء على هذه الدعوة وعلى هذا الرسول صلى الله عليه وسلم، وهم جمع كثير والرسول صلى الله عليه وسلم فرد واحد. ومع هذا صان الله رسوله من كيده وأعزه ونصره. إنهم يكيدون كيدا، أي كفار قريش، وأكيد كيدا، أسند إلى نفسه سبحانه وتعالى أنه يقابل كيدهم بكيد أعظم من باب المقابلة، من باب الجزاء العادل. ففيه إسناد الكيد إلى الله عز وجل بمن يكيد لدينه ولأوليائه، أن الله يكيد له، بمعنى أن الله يوصل إليه العقوبة من حيث لا يشعر ومن حيث لا يدري. هذه سنة الله جل وعلا المضطردة في خلقه دائما وأبدا. ففي الآية إسناد الكيد إلى الله بمن يكيد لدينه ولرسله وأوليائه، أن الله يكيد لهم ويوصل إليهم العقوبة من حيث لا يشعرون. ففي هذه الآيات التي مرت فيها إسناد المحال والمكر والكيد إلى الله سبحانه وتعالى، وهي بمعنى واحد، وهذا ما يسميه العلماء من باب المقابلة والمجازات، من باب المقابلة والمجازات، مثل نسوا الله فنسيهم، هذا من باب المقابلة، وإلا الله جل وعلا لا ينسى، فيسخرون منهم سخر الله منهم، هذا من باب المقابلة والمجازات. الله يستهزئ بهم، هذا من باب المقابلة، كما استهزأوا بكتاب الله وبأولياء الله، الله يستهزئ بهم عقوبة لهم وجزاء لهم على صنيعهم. فهذه الأفعال كلها تسند إلى الله عز وجل لأنها من باب المدح، لأنه لا يوقعها إلا بمن يستحقها، وهو عدل منه سبحانه وتعالى وجزاء منه لأعدائه وأعداء عباده الصالحين. وكما ذكر العلماء أن الكيد والمكر والاستهزاء والنسيان وغير ذلك مما أضيف إلى الله أنه من باب المدح، لأن هذه الأفعال تنقسم إلى قسمين: منها ما هو مدح وهو المضاف إلى الله سبحانه وتعالى، ومنها ما هو مذموم وهذا لا يضاف إلى الله سبحانه، المكر السيء والكيد السيء. والكل هذه الأفعال إذا كانت بغير حق فإنها مذمومة،
فلا تضاف إلى الله سبحانه وتعالى. قالوا ولا يؤخذ من هذه الأفعال اسما لله، فلا يقال الكايد والماكر والمماحل، لأن هذا الاسم محتمل، الكايد محتمل، الماكر محتمل للمدح والذم، لما كان محتملا فإنه لا يسمى الله به سبحانه وتعالى، إنما يسمى بالأسماء الخالصة في المدح والثناء التي لا تحتمل الذم بوجه من الوجوه. ويمكن أن نقول إن أسماء الله جل وعلا على ثلاثة أقسام، منها ما يسمى به مطلقا مثل العليم الحكيم الرؤوف الرحيم السميع البصير، هذه يسمى بها مطلقة لأنها أسماء كمال وثناء، فيسمى الله بها مطلقة. ومنها ما يسمى بها مقيدة، ما يسمى بها مقيدة مثل فعال لما يريد، فعال لما يريد، ما تقول فعال فقط، لأن فعال يحتمل المدح والذم، لكن إذا قلت فعال لما يريد كما قال الله جل وعلا هذا قيد يخرج الذم، يخرج الذم عنها ويخلصها للمدح، فعال لما يريد، هذا مقيد يطلق على الله مقيدا فعال لما يريد. الثالث ما يسمى به سبحانه من باب التقابل وهي الأسماء المتقابلة مثل النافع الضار، النافع الضار، القابض الباسط، الأول والآخر، والظاهر والباطن، هذه الأسماء المتقابلة لا يسمى بواحد منها فقط وإنما يؤتى بها متقابلة، تقول الظاهر الباطن الأول والآخر، ما تقول الأول فقط أو الآخر فقط أو الظاهر فقط أو الباطن فقط، بل تأتي بها كما جاءت في القرآن، الأول والآخر والظاهر والباطن، الضار النافع القابض الباسط المحيي المميت، تقرن بعضها ببعض. هذا بالنسبة للأسماء على ثلاثة أقسام، ما يسمى الله به مطلقا، ما يسمى الله به مقيدا، ما يسمى الله به مقرونا مع غيره من الأسماء المقابلة له. أما أفعال الله سبحانه وتعالى فهي على قسمين، منها أفعال فهو القسم الأول يشتق منها اسما لله عز وجل، يشتق منها اسما لله عز وجل مثل خلق ويخلق، تقول الخالق هو الله الخالق الباري، تقول الخالق، يعلم الله علم الله تقول العليم، سمع الله تقول السميع، تأخذ منه الاسم السميع لأن هذه أسماء كمال، فهذا النوع من الأفعال يشتق منه اسما لله عز وجل لأنه كمال. القسم الثاني ما يطلق على الله فعلا ولا يشتق له منه اسم، مثل ما مر بنا في الآيات، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيد، مكروا ومكر الله، ويمكرون ويمكر الله، فالفعل هنا أسند إلى الله سبحانه وتعالى لكن لا يشتق منه له اسما، فلا يقال الماكر والكايد والمستهزي والناسي وما أشبه ذلك، وإن جاءت أفعال نسوا الله فنسيهم، ويمكرون ويمكر الله فيسخرون منهم سخر الله منهم إلى آخره، هذه أفعال فقط ولا يشتق له منها أسماء. ومثل المتكلم لا يقال الله من أسمائه المتكلم، بل يقال إن الله يتكلم، إن الله سبحانه وتعالى يتكلم إذا شاء متى شاء، منهم من كلم الله، كلم هذا فعل ماضي ولا لا، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، لا يكلمهم الله، فيوصف الله جل وعلا يسند إليه الفعل يتكلم، يتكلم، لكن لا تأخذ منه اسم المتكلم لأن المتكلم يحتمل المدح ويحتمل الذم، ما كل متكلم يكون ممدوحا، فلا تأخذ من فعل الله يتكلم أو كلم الله موسى تكليما
وكلم الله موسى تكليما، ما تقول الله متكلم بمعنى الاسم مثل ما تقول الخالق الرازق المحيي المميت، ما تقول المتكلم، لأن هذا يحتمل المدح والذم. فأفعال الله على قسمين، منها ما يشتق له منه اسم، ومنها ما لا يشتق له من اسم. فإذا كان الاسم لا يحتمل إلا المدح فإنه يشتق، وإذا كان الاسم يحتمل المدح والذم فإنه لا يشتق من هذه الأفعال. كذلك لعنهم الله، ما تقول الله اللاعن، ما يسمى الله به، وإن كان يسند إليه الفعل، من لعنه الله وغضب عليه، لعن فعل ما صدر اللعن من الله جل وعلا، لعنهم بالفعل، تكلم الله بلعنتهم، لكن لا تقول نأخذ منه اسما لله اللاعن، لأن هذا فيه ذم. كذلك غضب الله عليهم، ما تقول الغاضب، الساخط سخط الله، ما تقول الساخط، هذه لا يشتق منها اسماء لله سبحانه وتعالى، وإن جاءت أفعالا له سبحانه وتعالى، فتنبهوا لذلك، وهذا يفيدكم كثيرا في هذا الباب. نعم. إن تبدو خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان، إن الله كان عفوا قديرا. يخبر الله سبحانه وتعالى بأنه عالم بكل شيء. إن تبدو خيرا، أي خير كان من الأعمال، من قول أو فعل، من قول خير قولي أو خير فعلي، كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتسبيح والتهليل والتكبير، هذا خير قولي. فإذا ذكرت الله سبحانه وتعالى فهذا قول خيري، سواء رفعت به صوتك أو أخفيته بينك وبين نفسك فإن الله يعلمه. وفي الحديث من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، يعني الملائكة. وكذلك الخير الفعلي، الخير الفعلي مثل الإصلاح بين الناس، مساعدة المحتاجين، الصلاة النافلة والفريضة، هذا خير فعلي، سواء أظهرته ورآه الناس أو أخفيته ولم يعلم به أحد من الناس فإن الله يعلمه سبحانه وتعالى. ونكر الخير، إن تبدو خيرا ليعم، ليعم كل خير، إن تبدو خيرا أي أي خير كان، إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تكو حسنة يضاعفها. أو تعفو عن سوء، تعفو عن سوء، العفو معناه المسامحة، والسوء ضد الخير. يعني لو أساء إليك أحد، أساء إليك أحد بقول أو فعل فعفوت عنه، يعني سامحته، فهذا محمود، والله يحب ذلك، يحب العافين عن الناس، والعفو أحب إليه من الانتقام. وإن كان انتقامك ممن أساء إليك بقدر مظلمتك جائزا، لأنه من باب القصاص، يجوز أن تقتص من الذي ظلمك وهذا عدل، ولكن كونك تعفو عنه أحسن، وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن عفا وأصلح فأجره على الله. فالقصاص جائز والعفو أحسن من القصاص. أو تعفو عن سوء، يعني ممن ظلمكم، فإن الله كان عفوا قديرا، فإن الله سبحانه وتعالى كان عفوا، من أسمائه العفو، الذي يعفو عمن أساء في حقه سبحانه وتعالى وعصوه، يعفو عنهم إذا تابوا إلى الله وأنابوا إلى الله عفا عنهم سبحانه وتعالى. قدير يعني مع عفوه هو قادر على العقوبة، وقادر على العقوبة، ولكنه يعفو تكرما منه سبحانه وتعالى. أما الذي يعفو لأنه عاجز عن العقوبة هذا ليس عفوا، إنما يكون العفو محمودا إذا كان مع القدرة، إذا كان مع القدرة على الانتقام. فإذا عفوت وأنت قادر على الانتقام فهذا دليل على الفضل. أما من عفى لأنه لا يقدر على الانتقام
فهذا ليس فيه محمدة. والله جل وعلا موصوف بالصفتين عفو، إن الله كان عفوا قديرا، أي مع قدرته على الانتقام فإنه يعفو. فاقتدوا بالله سبحانه وتعالى في هذا، فاعفوا عن الناس مع قدرتكم، اعفوا عن الناس مع قدرتكم عن الانتقام على الانتقام منهم، هذا هو الذي يحبه الله سبحانه وتعالى. الشاهد من الآية أن الله وصف نفسه بأنه عفو وقدير، فمن أسمائه العفو. ولهذا في الدعاء اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، كما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم عائشة بذلك، قالت يا رسول الله رأيت إن أدركت ليلة القدر ماذا أقول؟ قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. فمن أسمائه العفو، وهو الذي يصفح عن عباده مع قدرته على الانتقام منهم، فهو يعفو لا عن عجز وإنما يعفو عن قدرة. فكذلك ينبغي للمؤمن إذا أسيء إليه وقدر على الانتقام ومكن من الانتقام فإنه ينبغي له أن يعفو عن من ظلمه، وبهذا يظهر فضله وكرمه. نعم. وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. هذه الآية في جملة آيات نزلت في أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وذلك أنه لما حصل حادث الإفك الذي اصطنعه المنافقون في حق أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، اصطنع المنافقون حديث الإفك في حق أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، فلما شاع هذا الإفك تكلم فيه بعض المؤمنين، لأنه يعني مشكل إذا وجد الشر فقد ينتشر حتى على بعض الطيبين، وهذه مصيبة، هذه مصيبة يجب على المسلم أن يتنبه لها ويحذر، الفتن خطيرة جدا، ولو كان الإنسان مؤمنا فقد لا يسلم منه أن تصيب وأن تؤثر عليه، فليحذر الإنسان خصوصا الكلام في الناس. فلما صاروا يتحدثون في أم المؤمنين عائشة تكلم معهم وتأثر بهم بعض المؤمنين، ومنهم مصطح بن أثاثة، مصطح ابن أثاثة، وكان من البدريين، كان من البدريين ومن أفاضل الصحابة ومن المهاجرين، من المهاجرين في سبيل الله ومن البدريين، ومع هذا قال شيئا في الإفك تأثر به. فلما علم أبو بكر، وكان قريبا له، كان قريبا لأبي بكر ابن خالته، وكان فقيرا، وكان أبو بكر ينفق عليه، كان أبو بكر ينفق عليه لأنه فقير ولأنه قريب. فلما علم أبو بكر رضي الله عنه أنه ممن تكلم في هذا الإفك حلف أن لا ينفق عليه، يعني غضب أبو بكر رضي الله عنه وحلف أن لا ينفق عليه، أن يقطع عنه النفقة. فأنزل الله سبحانه وتعالى ولا يأتل أولي الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. ولا يأتلي يعني لا يحلف، لأن أبا بكر حلف، أولو الفضل منكم والسعة يعني الغنى، وهذا فيه إثبات أن أبا بكر رضي الله عنه من أهل الفضل، الله وصفه بأنه من أهل الفضل، ففيه ثناء على أبي بكر رضي الله عنه من الله سبحانه وتعالى. ولا يأتلي أولو الفضل، هذه صفة من الله لأبي بكر وجائزة من الله لأبي بكر رضي الله عنه، والسعة يعني الغنى، أن يؤتوا أن ينفقوا على أولي القربى وهم الأقارب مثل مصطح بن أثاثة بن خالة أبي بكر الصديق، والمساكين يعني الفقراء والمهاجرين في سبيل الله، هذا وصف لمصطح بأنه مهاجر، ثناء عليه أيضا، ثناء عليه، وإن حصل منه ما حصل لكن هذا لا يبطل جهاده ويبطل هجرته في سبيل الله. فهذه بشارة لمصطح بسبب إيمانه وأعماله الصالحة نفعه الله بها عند الشد، أن يؤتوا إلى القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله، هذه صفات لمصطح. ثم قال وليعفوا، هذا أمر لأبي بكر رضي الله عنه،
وليعفوا وليصفحوا. العفو معناه ستر المعصية وإزالة أثرها والصفح معناه الإعراض عن الكلام فيه، يعني ما هو عفو بس ولكنك توبخه وتبكته وتقول أنا سمحت عنك وعفوت عنك ولكن أنت سويت كذا وكذا وأنت عملت كذا، لا اترك هذا، تصفح عنه، لا تكلمه في شيء أو تقول عند الناس إن فلان فعل كذا وكذا، فهو عفو يتبعه صفح. هذا أكمل الأخلاق. أما اللي يعفو عن الناس ثم يتكلم يقول والله أنا سمحت له لكن ما في خير وإنه سوى كذا وإنه سوى كذا، هذا يبطل العفو. لكن إذا أتبعته بالصفح هذا دليل على الكرم والصدق في العفو. وليعفوا وليصفحوا، هذا أمر من الله لأبي بكر الصديق ولغيره، إن أبا بكر هو السبب في نزول الآية. ثم قال ألا تحبون أن يغفر الله لكم، هذا عرض من الله سبحانه وتعالى وتنظير، فكما تحب أن يغفر الله لك فاغفر للناس، كما تحب أن الله يغفر لك فأنت اغفر للناس إذا أساءوا إليك، لأن هذا يحبه الله سبحانه وتعالى، والله غفور رحيم. وصف نفسه وسمى نفسه لأنه غفور يغفر الذنوب، رحيم بعباده سبحانه وتعالى. وصفان كريمان واسمان عظيمان لله عز وجل، ليتأثر بذلك الخلق ويعملوا بذلك فيما بينهم. عند ذلك كفر أبو بكر عن يمينه وأعاد النفقة إلى مسطح وقال بلى والله إني لا أحب أن يغفر الله لي، لما سمع قوله تعالى ألا تحبون أن يغفر الله لكم قال بلى والله إني لا أحب أن يغفر الله لي، فكفر عن يمينه وأعاد النفقة إلى مسطح. الشاهد من الآية أن فيها إثبات أسمى لله سبحانه وتعالى، أنه عفو وأنه غفور وأنه رحيم سبحانه وتعالى، وهذه من أسمائه سبحانه وتعالى. والعفو كما ذكرنا مأخوذ من عفا يعفو. قالوا العفو أو العفا في اللغة له ثلاثة معاني، المعنى الأول الستر، والمعنى الثاني الإزالة، تقول عفت الرياح الديار، معنى عفت الرياح الديار إيش؟ أزالتها، عفت الرياح آثار الديار بمعنى أزالتها. ويقول الشاعر عفت الديار محلها فمقامها، عفت يعني زالت معالمها وانطمست آثارها، فعفى معناه زال، وعفت الرياح الأثر أي أزالتها. المعنى الثالث الكثرة، يقال عفى القوم إذا كثروا، حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء. ما معنى عفوا؟ معناه كثروا واستغنوا صار لهم أموال، فمعنى تعفوا يعني حتى كثروا وكثرت أموالهم. فالعفو له ثلاثة معاني، الستر، الإزالة، الكثرة. والمراد منها هنا من هذه المعاني هو المعنى الأول، الأول والثاني. اللي يعفو يعني يستر ما حصل، وأيضا مع العفو يزيلون الأثر هذا ويمسحونه نهائيا، وليصفحوا يتبع ذلك بالصفح وهو إزالة الأثر نهائيا، ما يكفي ستره بل لا بد من إزالة أثره وهو قطع النفقة، بل يزال هذا الأثر وتعاد النفقة كأن لم يكن هذا الأثر وجد. نعم. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. هذه الآية رد على عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين، فإنه كان في غزوة مع النبي صلى الله عليه وسلم
فحصل مشاجرة بين واحد من المهاجرين وواحد من الأنصار، واستنجد الأنصار بالأنصار واستنجد المهاجر بالمهاجرين، فعلم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. قال الأنصار يا للأنصار، وقال المهاجر يا للمهاجرين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعوها فإنها منتنة، يعني هذه دعوة الجاهلية. قال أبي دعوة الجاهلية، لما سمع هذا الكلام قال صلى الله عليه وسلم أبي دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم، دعوها فإنها منتنة. فعند ذلك تراجع الصحابة رضي الله عنهم وتركوا هذه النخوة الجاهلية. تسوى النزاع بين المسلمين وعادت الأمور إلى مجاريها، ولكن هذا المنافق استغل الفرصة وقال ما مثلنا ومثل هؤلاء إلا كما يقول القائل سم من كلبك يأكل، يقول إننا أنعمنا عليهم وإننا أعطيناهم، يعني المهاجرين، وآويناهم، ومع هذا عملوا معنا هذا العمل سم من كلبك يأكلك. ثم قال لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، يريد أنه هو الأعز وأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الأذل، ويريد أن يخرج الرسول صلى الله عليه وسلم من المدينة. رد الله عليه فقال سبحانه ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. العزة معناها القوة والمنع، فالعزة لله ولرسوله وللمؤمنين، وليست للمنافقين ولا للكفار، بل هم أذلة ولله الحمد. وعندما وصلوا أو قربوا من المدينة وقف عبد الله بن عبد الله بن سلول ابن هذا القائل، وقف بالسيف على باب المدينة وقال لأبيه والله لا تدخلها حتى يأذن لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما بلغ الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك قال ائذن له، فدخل ذليلا صاغرا، وصدق الله وعده وأعز رسوله صلى الله عليه وسلم. الشاهد من الآية قوله ولله العزة، والعزة هي القوة والغلبة، ففيها إثبات صفة العزة لله عز وجل والقوة والغلبة. وكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم له عزة وقوة ومنعة، وكذلك المؤمنون إلى يوم القيامة لهم العزة والغلبة بإذن الله عز وجل. وقوله تعالى فبعثت لهم إنهم أجمعين. فضيلة الشيخ، أليس الذي ألقى عليه الشبه، أليس الذي ألقي عليه الشبه ومن أنصار عيسى عليه السلام، فمن الذي كان يرفع يده إلى عيسى؟ هو الذي قلنا أنه كان يظهر متابعة عيسى عليه السلام نفاقا ومكرا من أجل أن يعرف الأسرار ويدل، وإلا ما هو مؤمن، هو لم يؤمن بعيسى عليه السلام. نعم هذا ذكرنا. نعم قضية الشيخ، هل يجوز بأن نقول هؤلاء المسيحيون وظن منهم نحن مسيحيون عن طريقة نبي الله عيسى عليه السلام؟ تسميتهم مسيحيين خطأ، خطأ كبير، ليسوا مسيحيين، وإنما يقال لهم النصارى كما هو اسمهم في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في كتب التاريخ، اسمهم النصارى لا يقال المسيحيون، لأن المسيحيين معناها أتباع المسيح، وهم الآن ليسوا من أتباع المسيح، لأنهم لو كانوا من أتباع المسيح لآمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، لأن المسيح يأمر باتباع محمد صلى الله عليه وسلم، فبكفرهم بمحمد صلى الله عليه وسلم صاروا ليسوا أتباعا للمسيح. وأيضا هم أحدثوا في دين المسيح من الشركيات والوثنيات ما يتنافى مع دين المسيح، عبادة الصليب وقولهم المسيح ابن الله أو ثالث ثلاثة، هذا أخرجهم من دين المسيح وصاروا كفارا والعياذ بالله، فلا يقال مسيحيون أبدا. كما أن اليهود لا يقال لهم إسرائيل، هم الذين جاءوا بهذا الاسم لأجل التستر، وإلا إسرائيل نبي الله يعقوب عليه الصلاة والسلام، فيقال لهم اليهود كما هو اسمهم في الكتاب والسنة وفي كتب التاريخ، وإنما أرادوا الهرب من هذا الاسم الذي صبت عليه اللعنات والغضب من الله سبحانه وتعالى لقبح أفعالهم وتحريفهم وكفرهم. فهذه أسماء يجب أن الأسماء تبقى على ما لا تغير، ولو غيرها أصحابها نحن لا نتجاوب معهم، نسميهم النصارى ونسميهم اليهود
ولا نكتب أبدا في كتاباتنا إسرائيل أو نكتب أو نتكلم إسرائيل، بل نقول اليهود، كذلك نقول النصارى. نعم. فضيلة الشيخ، هل يجوز أن أمكر بمن مكر بي أو أراد أن يمكر بي وهو من أهل الإسلام، أو أنه لا يجوز المكر به حتى لو مكر بي؟ قلنا إن العقوبة على السيئة من باب القصاص جائز، ولكن العفو أحسن، وأن تعفو أقرب للتقوى. نعم. فضيلة الشيخ، ما حكم الذهاب لأماكن المعذبين لمجرد المشاهدة فقط؟ لا يجوز، الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن دخولها إلا أن تكونوا باكين، أن يصيبكم مثل ما أصابه. من يدخلها للاعتبار والعظة ويبكي ويخاف من الله عز وجل ولا يمكث فيها ولا يجلس، أما من يدخلها من باب التفسح والفرح والنزهة والسياحة كما يقولون هذا لا يجلس. نعم. فضيلة الشيخ، قوم ثمود هل سبب إهلاكهم قتل الناقة كما في سورة القمر، ويكون بذلك إهلاك هؤلاء الذين أرادوا قتل النبي الصالح صلى الله عليه وسلم إهلاك خاص قبل الإهلاك العام لقوم ثمود؟ الله أهلكهم بالأمرين، بمكرهم بصالح وبقتلهم الناقة، عقرهم الناقة التي نهوا عن عقرها، فالله أهلكهم بالأمرين. الشرك بالله عز وجل، الشرك بالله وعبادة الأصنام أهلكهم لجميع هذه القبائح. نعم. فضيلة الشيخ، ذكرتم موضوع تأييد النبي صلى الله عليه وسلم بالعش، مع العلم أن موضوع العش والحمام والعنكبوت ضعيفة كما خرج الألباني. ولو خرج الألباني، هذه أمور تاريخية ما ينبني عليها عقيدة، ما ينبني عليها عقيدة، والله قادر على كل شيء سبحانه وتعالى. وقضية العش مشتهرة عند المؤرخين وأصحاب الأثر. نعم. ما كل ما ضعفه الألباني نعرض عنه ونقول ما هو صحيح ونشطب عليه بالقلم الأحمر. نعم. الألباني يخطي ويصيب. نعم. قضية الشيخ، ما معنى قوله عز وجل في الآية إني متوفيك، وكيف يوفق بينها وبين أن المسيح رفع حي؟ متوفيك الوفاة هذه خاصة، ما هي وفاة الموت، ولهذا يقول وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، هذا في آخر الزمان بعدما ينزل، فهو ما يموت إلا في آخر الزمان بعدما ينزل ويقتل الدجال، يموت عليه الصلاة والسلام كما يموت غيره. أما الوفاة المذكورة في قوله إني متوفيك فهي وفاة خاصة، قيل معناها القبض، إني متوفيك يعني قابضك، وقبض خاص قبضه جبريل ورفعه إلى الله عز وجل. وقيل المراد بالوفاة هنا وفاة النوم، يعني أصابه شيء من النوم والنعاس، كما قال تعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، قال تعالى وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار. الوفاة هنا وفاة صغرى، وفاة النوم، ليست الوفاة التي هي زوال الحياة. فالمسيح عليه السلام لا يزال حيا، لم يمت الموتة التي هي مغارقة الروح للبدن حتى ينزل في آخر الزمان ويقتل الدجال ويمكث في الأرض ما أراد الله ثم يموت عليه الصلاة والسلام. وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، دل على أنه لم يمت. قضية الشيخ، هل نزول الطوفان الذي حصل من قبل أيام ونزول الثلج القضيع والحصار الذي حصل يكون من مكر الله علينا ونحن لا نشعر؟ الطوفان ما حصل ولله الحمد، ما هو هذا طوفان، هذا رحمة خير والحمد لله، وإن تضرر بعض الناس فالتضرر قد يحصل، فهذا لا يسمى طوفانا، وإنما يسمى مطرا وخيرا من الله سبحانه وتعالى. ولا شك ما يصيب الناس أفرادا أو جماعات من المصائب إنما هو بسبب ذنوبهم، من أجل أن يتنبهوا ويتوبوا إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. فضيلة الشيخ، هل يجوز زيارة مدائن صالح الموجودة الآن من أجل الاعتبار والعبرة، وهل هناك نحو في عدم زيارتها إلا بشرط البكاء والعبور بها بسرعة وعدم الوقوف فيها؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما مر بها تقنع عليه الصلاة والسلام ونهى أصحابه، قال لا تدخلوا بيوت هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين،
أن يصيبكم مثل ما أصابها، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن دخولها، فالأولى أن الإنسان ما يذهب إليها ولا يدخلها، وإن صمم إلا أن يذهب فلا يدخلها إلا باكيا وخائفا ووجلا، ما يدخلها منشرح الصدر منبسط ومتنزه ومتفسح كما تذهب للضبيع ولا الغدران والسيل، لا ما يجوز هذا، لأنه قد يصيبك ما أصابهم والعياذ بالله. نعم. فضيلة الشيخ، هل يجوز التسمية بعبد الأول؟ هذه من الأسماء المتقابلة، لا يقال الأول فقط ولا الآخر فقط، وإنما يقال الأول والآخر، الظاهر والباطن كما جاءت في القرآن، فاقتطاع واحد منها فقط عبد الأول عبد الآخر الظاهر الله أعلم أنه لا يجوز. نعم. فضيلة الشيخ، هل يجوز أن نطلق على الله عز وجل اسم العارف من باب الإخبار؟ لا لا نقول العارف، إنما نقول العالم كما سمى الله بذلك نفسه، أما العارف ما ورد لا في الكتاب ولا في السنة، والأسماء توقيفية. نعم. فضيلة الشيخ، قرأت في كتب التفسير فلم أعرف الصارف بقوله تعالى على لسان نبيه عليه السلام، على لسان نبيه عيسى عليه السلام، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم عن ظاهرها إلى النوم. لأن النوم مو بصارف، النوم موت، وفاة، سماه الله وفاة، فإذا فسرناه بالنوم ما صرفنا اللفظ عن ظاهره، لأن النوم وفاة، فاللفظ مشترك، اللفظ مشترك بين الوفاة الكبرى والوفاة الصغرى، فإذا فسرناه بالصغرى لأدلة تدل على ذلك صار هذا تفسيرا، صار هذا تفسيرا لبيان ما يراد من اللفظ وليس هو تأويلا، إنما التأويل هو الذي ليس له دليل يدل عليه، صرفه من غير دليل. نعم. تواترت الأدلة في أن المسيح حي عليه السلام في السماء، وأنه سينزل في آخر الزمان، وأنه يموت بعد ذلك، تواترت الأدلة، وهذا في القرآن، وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمن النبي قبل موته، هل هنا أحد يموت مرتين؟ ما فيه إلا موته واحد. نعم. فضيلة الشيخ، قوله تعالى وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم، الآية ليس فيها صفة العفو لله عز وجل، فكيف استدل الشيخ رحمه الله تعالى بالاستدلال عليه؟ استدل بآخرها ألا تحبون أن يغفر الله لكم، فيها وصف الله بأنه يغفر المغفرة، والله غفور رحيم، وصف الله المغفرة والرحمة، واسمه الغفور الرحيم، هذا مقصود الشيخ. نعم. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.